بسم الله الرحمن الرحيم. البقاء لله. احنا في عزاء المرحوم كابتن مصر والعالم العربي كابتن حماد عمام. كان له ذكريات كتيره معايا لانه كان زميل لنا في التلفزيون. وانا حبيت نادي الزمالك من حماد عمام ومحمد لطيف. الحقيقه كان مثال الخلق الجميل الراقي حتى مع زمايله في التلفزيون ومع زمايله في الملعب ومع الصحافة ومع الإعلام. يعني عمره ما اختلف مع أي حد عليه رحمة الله. وأقول لابنه حازم شد حيلك، وأنت فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد، وإن شاء الله يكمل المسيرة زي والده الله يرحمه خيري حسن مذيع نشرة الأخبار. لو سمحتوا يا جماعة، لو سمحتوا. لو سمحتي. انت برضو ليك كده عشان يا جماعه مش الفرح يا جماعه، ده ايش Thank you.
Thank you.